بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. أهلا بحضراتكم. لقد حان يوم الزينة وحلت ساعة الضحى، وأقبل الناس من كل أرجاء مصر بعد أن راح أتباع فرعون ينادون بالناس ليبادروا ويسارعوا إلى هذا اللقاء وذلك الاجتماع المرتقب، وهم يقولون لهم كما قص علينا القرآن الكريم: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني بيحسوا الناس على الاجتماع وإن هم يلحقوا بقى هذا الجمع وهذا اللقاء، وفي نفس الوقت بيشجعوا السحرة أن يبدعوا في هذا السحر الذي سيقومون به من أجل الانتصار والفوز على موسى وهارون عليهما السلام. وكان الناس بيتوافدوا فعلا وتزاحموا، وأكثر يعني جمهور الناس بقى كبير جدا حول هذه الساحة الواسعة اللي أعدها فرعون لهذا اللقاء، واللي أحطها في نفس الوقت جند فرعون فيما احتل الصحراء وسط الساحة، وراحوا بقى قدام الناس ماشيين متبخترين متباهين مغرورين معتقدين إن هم إلا حيفوزوا، وذاك ها هو فرعون ينظر من فوق عرشه العالي حيث نصب خيمة كبيرة بيطل فرعون منها على كل ما يجري في الساحة قدامه، وكانت حاشية فرعون بجواره تحيط به هامان وزيره، الأمراء، الوزراء، الكبراء، الأعيان، سادة مصر من أعوان فرعون. كان عيد لم يشهد المصريون ولا فرعون عيد مثله من قبل، وكانت الساحة تعج بأصوات كثيرة متداخلة ما بين دقات طبول وما بين الأغاني الفرعونية وما بين قعقعة سلاح آلاف الجنود الذين يحرسون مظاهر العيد وغيرها من الأصوات الكثيرة المتنوعة اللي بتحدث ضجيج غير عادي
في هذه الساعة وفي هذه أيضا الساعة وفي هذا اليوم الموعود. لقد اكتمل الاجتماع. ونظر فرعون إلى سحرته، هم كمان كانوا منتظرين أمر فرعون. وفجأة بعد ما كانت الساحة بتعج بأصوات كثيرة متداخلة، ساد الصمت أرجاء الساحة، صمت وترقب. ها هو موسى عليه السلام يقبل وتعلقت الأنظار به وهو يدخل إلى الميدان وبيده عصاه ومعه أخاه هارون عليهما السلام. ولم يلتفت موسى إلى فرعون وتوجه نحو السحرة مباشرة وبدأ يدنو منهم رويدا رويدا، ونور الإيمان يعلو وجهه ويقين قلبه بربه يتجلى في سكينة خطوه، وكان جميع الناس ينتظرون ما لا يعلمون. وفجأة دنا موسى من السحرة أكثر فأكثر وقال لهم بصوت غاضب قوي فيه تحذير شديد ممزوج بنصح رشيد أن يحذروا من الكذب على الله تعالى. قال الله تعالى، قال لهم موسى، أي قال للسحرة، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حذر سيدنا موسى السحرة بأن يقولوا الحق حين رؤية الآيات المعجزات وألا يقولوا إنها سحر فيصيبهم من الله عذاب عظيم، لأن أشد أنواع الكذب هو الكذب على الله تعالى، ومن يفعل ذلك أو صاحبه خائب خاسر. والحقيقة لما سمع السحرة هذا التحذير الشديد من نبي الله موسى عليه السلام هالهم التحذير، خوفهم، هز قلوبهم، وقعت في نفوسهم مهابة موسى عليه السلام. لذلك أقبل بعضهم على بعض يتناقشون سرا. قال تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بدأوا يعني بدأوا يتكلموا في السر وحاولوا أن محدش يسمعهم، فقالوا فيما بينهم: هذا ليس بكلام ساحر. واختلفوا في أمر موسى وحصل اضطراب بين صفوف السحر، وأخفوا وتعمدوا إخفاء حديثهم عن الناس، مش عايزين حد يسمع الحوار بتاعهم اللي فحواه أو اللي مضمونه إن هم بيقولوا إن الكلام اللي اتقال لنا ده مش كلام ساحر، ده مش كلام سحر. وجعلوا الكلام والحوار اللي دار بينهم ده سر، واتفقوا بعد كده من ضلالهم في بداية الأمر إنه لا، ده كلام ساحر. هم مش عارفين، اترجوا من الكلام فحصل اضطراب، بدأوا يتناقشوا. في الأول قالوا هذا ليس بكلام ساحر، وبعدها رجعوا قالوا لا، ده ساحر يريد الاستيلاء على أرض المصريين. بدأوا يقولوا الكلام اللي فرعون كان بيقوله عشان يأثر على أتباعي وعلى المصريين في القضاء على موسى وأتباعي، لأن دي مسألة حساسة للمصري في كل زمان ومكان، الاعتداء على أرضه. فهو لعبوا بنفس اللعبة اللي لعبها فرعون عشان يبقى ينالوا حظوة عند هذا، عند فرعون وعند الأمراء وعند هؤلاء الصفوة اللي كانت موجودة، وفي نفس الوقت بيحاولوا يقووا نفسهم لأنهم اتهزوا من كلام سيدنا موسى. ثم هرع قادة السحرة إلى فرعون بعد كده وجلسوا حول فرعون وبدأوا يتناقشوا في بعض التفاصيل، وقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يعني بعد ما حصل الاهتزاز والاضطراب في صفوفهم، القادة بتوع السحرة جريوا على فرعون والتفوا حواليه وبدأوا يتناقشوا: لا لا، ده موسى ده وهارون الاثنين سحرة عايزين يستولوا على أرض المصريين بسحرهم، وكمان يضيعوا طريقتكم اللي هي المثلى، انتوا سادة العالم في ذلك الوقت والاثنين دول جايين يضيعوا طريقتكم المعلومة إنها مميزة وإنها خاصة بيكم وبهويتكم وبقوميتكم. وكان إفك وكذب. سيدنا موسى عليه السلام لم يكن له غرض سياسي، ولم يكن له إلا أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا طامع في أرض ولا وعد بأرض ولا أي حاجة.
ولأن كلام سيدنا موسى زعزع ثقة السحرة بأنفسهم، لأنه هو على حق وهم على باطل، وكمان ما سمعه السحرة من معجزات أو عن معجزات موسى عليه السلام أوجد في نفوسهم خوفا عظيما، وبخاصة عصاه العجيبة، فكانت قلوبهم ترتجف خوفا. لذلك توجهوا إلى موسى بأدب ولطف، تقدر تقول كده كانوا خايفين وهم بيكلموا سيدنا موسى عليه السلام، يعني بيكلموا بأدب عالي رفيع مشوب بخوف، وتقدر تقول كمان إنه كان طريقتهم فيها استعطاف، لأن هم ترجوا من كلام موسى وأيضا ما سمعوه عن معجزاته، وقالوا له كما حكى لنا القرآن الكريم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأجابهم موسى بثبات، قال بل ألق. وفي لحظة خاطفة ألقى السحرة المتمرسون الحاذقون اللي عندهم فنون السحر بعلم كمان، ألقوا كل ما في أيديهم من الحبال والعصي على الأرض، وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، هكذا قالوا، أقسموا بعظمة فرعون وسلطانه أنهم سيغلبون. وإذا بالميدان ده كله مرة واحدة، الفسيح الضخم ده ممتلئ بالثعابين والأفاعي والحيات تتلوى وتتقاذف وتتقافز في منظر مخيف أمام الناس، اهتزت قلوب الناس خوفا ورعبا وفزعا، فزعت النفوس من هول ما رأت، وتعالت شهيقات الهلع والعجب وعم الذعر الميدان. وقال الله تعالى واصفا هذا الزيف، ده صنع سحرة مش حق، عشان الناس اللي معلقة دماغها بالسحر على طول، ده اتسحر لي ده اتعمل لي. شوف ربنا سبحانه وتعالى من خلال القصة القرآنية يوضح لك القضايا اللي بتتيه فيها عقول ليه قلة ضعف الإيمان وعدم اليقين القوي بأن الله سبحانه وتعالى، الإنسان لازم يكون عنده إيمان راسخ بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر القدير، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء، عشان ينبهك القرآن من خلال القصة القرآنية إنه ما يفعله السحرة كذب وخداع وخفة يد واستعمال لبعض العلوم عشان يسحروا عيون الناس، لكن هو في الحقيقة مش سحر، زيف وكذب، مراوغة، تحايل، خفة. قال تعالى فلما ألقوا سحروا، ما قالش سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تفاعل السحر بتاع السحرة، سحرة فرعون، مع عيون الناس، فخيلوا إليهم ما لا حقيقة له على إنه حقيقة. ليه بنقول كده؟ لأن العصي والحبال التي ألقى بها السحرة في الميدان هي لم تتحول حقيقة لا إلى ثعابين ولا إلى أفاعي، هي على حقيقتها، لكن هم دهنوا العصي والحبال بمواد معينة. وطبعا الحضارة المصرية القديمة كان فيها علوم كثيرة وعلوم ثقيلة أفاد منها العالم كله، وما زال أسرارها والأسرار الكثيرة في الحضارة الفرعونية القديمة ما زالت إلى الآن في أسرار كثيرة لم نكشفها ولم نكتشفها بعد حتى علماء المصريات إلى وقتنا الحاضر. دول استعملوا العلوم والمعارف اللي كان المصري القديم وصل لها في هذه الحقبة من الزمان في إن هم يحولوا العصي دي بطريقة علمية إنها مع حرارة الشمس ويدهنوها بمواد معينة زئبقية وغيرها. المفسرين اتكلموا في هذه المسائل كثيرا وفي تفريعاتها، وإنهم دهنوا هذه العصي والحبال بمواد معينة يعلمون أنها تتفاعل مع حرارة الشمس فتصير تتحرك أمام أعين الناس وكأنها أفاع وكأنها ثعابين حية تسعى. والحقيقة إنها مش كده، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني أفزعوا الناس، أرهبوهم إرهابا شديدا، لأن هم خيلوا للناس إنها حياة تسعى، لكن هي في الحقيقة مش حياة تسعى، هي عصي وحبال. وجاءوا، الله تعالى يقول وجاءوا بسحر عظيم.
يعني عملوا حاجة كبيرة قوي ساعتها، أخافت الناس، يعني سحر عظيم يهابه ويخافه كل من رآه. طيب إذا كان ده حال الناس حين رأوا هذا السحر العظيم، فماذا كان من موسى عليه السلام حين رأى الساحة تمتلئ بهذه الأفاعي؟